كذلك التعريف بالمقامات العربية. كنشكركم ديما على السبسكرايب وعلى اللايك وعلى الشير وعلى الاقتراحات ديالكم وكذلك التعليقات ديالكم، كنشكركم على بزاف، ونتمنى ان شاء الله المزيد باش تدعمونا لنواصل اكثر. اليوم غنديروا اغنيه رائعه وجميله، اغنيه مغربيه معروفه جدا يعني تتغنى في جميع الحفلات والاعراس المغربيه، وهي اغنيه يلي صورتك بين عينيا للمرحوم المطرب ابراهيم العالمي، فابقوا معنا. طبعا اغنيه يلي صورتك بين عينيا للمطرب ابراهيم العالمي هي تتكون من مقام بياتي صول، والبياتي على الصول كما اسلفنا الذكر يبدا من هنا من صول، البياتي على الصول تكون في السلم الموسيقي السي بيمول والمي بيمول واللا بالربع تون، يكون السي بيمول والمي بيمول واللا بالربع تون. ثم ناخذ المقدمه الموسيقيه، ناخذ ايقاع شعبي عصري على سرعه 116 ونبدا. المقدمة الآن سنفصلها من ضوء، نبدأ من ضوء من هنا، الآن سنعيد المقدمة مع الغناء. كان المقطع الأول، الآن سنذهب إلى المقطع الثاني. نفصل الآن المقطع الثاني، الموسيقى نبدأ من ضو ومع سي بيكار. La la, ré ré, sol sol.
سنعيد الآن الموسيقى ثم نأخذ الغناء للمقطع الثاني. الثالث التي تكون سريع، يعني غنعملوا الايقاع نفس الايقاع على سرعه 132 ونقوم بموسيقى المقطع الثالث. موسيقى المقطع الثالث نعيدها ببطء، فهنا يصبح عندنا المي بالربع تون، كأننا نعمل بياتيري من فا، يعني سيصبح لدينا الربع تون هنا في المي. نعيدها ونأخذ الغناء. Thank you.
طبعا كانت هذه يعني نبذة مختصرة عن أغنية يلي صورتك بالعينية للفنان المطرب الراحل إبراهيم العالمي، وأتمنى لكم الاستفادة وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله. فقط للتذكير، فأنا عملت في الأورغ ناقص اثنان، يعني دوكارست حسب الطبقة الصوتية مش منغوت، فعملت دوكارست. فاللي يبغى يعني يعزف معايا مباشرة، يعني مباشرة مع الفيديو، فيعمل ناقص اثنان في ترانسبوز، وممكن ديك الساعة يعزف معايا يعني وخا بياتي صول. وإلى اللقاء في حلقات قادمة.